أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه السانحة المباركة إن شاء المولى سبحانه وتعالى سنتكلم عن صفة مهمة وعن خلق كريم. هو الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا بلغ الغاية في كل الأخلاق وفي كل ما يوصل إلى حضرة المولى سبحانه وتعالى. فهذا الخلق الكريم هو الورع. فالورع من الأبواب المهمة للغاية، وهي ضابط لجدية الإنسان، يعني هو يفصح عن مدى جدية الإنسان، لأن الورع هو درجة زائدة على درجة الالتزام الأساسية. لأن الإنسان في درجة الورع يترك أشياء أحيانا ليست محرمة، وكما قال التابعون وسلف هذه الأمة، قالوا كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام، وهم في ذلك بكل تأكيد يصدرون من قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. وعند علماء القانون هنالك جرائم يسمونها الجرائم المركبة، أي التي هي بمفردها لا تعتبر يعني خطأ، لكن بتكرارها والإصرار عليها يتراكم عند الإنسان قدر من عدم الجدية. فالورع هو درجة من الحساسية زائدة في التعامل مع الأشياء، تتجلى آثارها على سلوك الشخص في كل الصعود، في الجانب العقدي وفي الجانب العبادي وفي جانب المعاملات مع الآخرين. ففي الجانب العقدي الإنسان يلاحظ يعني ما كان من أمر الأفعال الظاهرية ومن كسب الشخص، يلاحظ ما كان من أمور التسبب. لو أردنا أن نجلي هذه المسألة بالمثال في مستوى الجانب العقدي، نجد ذلك مثلا واضحا عند سيدنا الإمام مالك ابن أنس، فيما ذكر عنه أنه في آخر حياته ترك الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب من الوفاة، فلما حضرته الوفاة، قال لأحد جلسائه: إني كنت قد تركت الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعذر، وذلك أنه لما جلدني ذلك الأمير كنت قد أصبت بسلس البول، فكرهت أن أدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مترخصا، وأما أني تركت أن أحدثكم بذلك، قال فخشيت أن أكون قد شكوت ربي. يعني هذا جانب من الورع عالي جدا في التعامل مع ملاحظة الأدب في مستوى العقيدة مع المولى سبحانه وتعالى. قال: وأما أني أكلمك الآن بهذا الأمر فحتى لا يظن الناس بالعلماء سوء. يعني تصرفات هذا الإمام كانت كلها منضبطة. حينما رفض أن يبين للناس أسباب عدم مجيئه للمسجد النبوي، رفض ذلك لأنه خشي أن يكون قد امتعض من أحكام الحق عز وجل. هذا ضرب من ضروب الورع في مستوى العقيدة وملاحظة حكم المولى سبحانه وتعالى في تصرفاته وقدر كبير جدا من الانتباه. نجد ذلك أيضا موجود بكثرة عند السادة الصالحين عند الصوفية. مثلا القصة التي تذكر عن ذنون المصري، أنه كان ذات مرة سائرا في الطريق فوجد شخصا مصابا بمرض الجذام، ووجد الدود يخرج من أذنيه وأنفه، فجلس يطببه.
فلما أفاق بعد 3 ليال قال ذلك الشخص: من هذا الفضولي الذي يتدخل فيما بيني وبين ربي؟ فمع وضوح الأمر بالتداوي والشعور بهذه الأمور، لكن وردت أيضا أحاديث أخرى تحفز همم الناس على أن يكونوا في مستوى من ملاحظة تصرفات الحق عز وجل. المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقصتها صحيحة، فقالت: إني أسرع يا رسول الله، فادعو الله أن يعافيني. قال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت. قالت: إني أتكشف، فادعو الله لي أن لا أتكشف. رضيت أن تكون مستمرة في إصابتها، راضية بأحكام المولى سبحانه وتعالى عليها، وطلبت فقط أن لا تتكشف. قالوا: فكانت تصرع في شوارع المدينة فلا يرى أحد منها شيئا. وأدلة كثيرة على هذا الأمر وهذا الصنيع، فهو في مستوى عالي من مستويات الانتباه في مجال العقيدة. أما في مجال السلوك العملي، تلبس بالعبادات، فإن أمثلة ذلك كثيرة، ومنها ما ذكرناه من الحديث نفسه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. الحرام ينبغي أن يتركه الشخص، والحلال يعني ينبغي أن يتلبس به الشخص. يعني لو دخلنا في رتب المباحات، التزيد من المباحات الكثير هو دلالة غفلة. التقلل من الاستمتاع بكل هذه المباحات يعني بكل تأكيد ينم عن انتباه، عن ورع، عن استفادة من الزمن، ونحن في كل ذلك متشرعين يعني، ونأتمر بما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما جلس المؤمن مجلس لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، والترة هي الحسرة، مع أن الجلوس كان في مباحات ولم يكن في محرمات، لكن الشعور بهذه الحسرة والانتباه لعمارة الأوقات هو قدر كبير من الورع. وفي معاملة الشخص مع الآخرين أيضا في تجليات هذه المسألة في تعامل الإنسان، فإنه أيضا إذا كان من الورعين يرعى حرمات الناس بصورة كبيرة وأساسية، ويتعامل معهم بدقة، يلاحظ الحق عز وجل في كل ذلك. لهذا الأمر فإن الإنسان الورع هو الذي يراعي حرمات الحق عز وجل، يعني الأشياء الأساسية بكل تأكيد، ولا يجده الحق عز وجل حيث نهاه، ولا يفتقده الحق عز وجل حيث أمره، وإنما يكون بصورة مستمرة هو يسير تحت فسطاط الشريعة، يأتمر بأوامرها وينتهي عن نواهيها، لكنه يزيد على ذلك بأن يكون أكثر انتباها، لا يضيع الأوقات، وما التبس فيه حق بباطل يتركه مخافة أن يكون قد أخذ شيئا من الباطل معهم. كما كان العارفون بالمولى سبحانه وتعالى، كان الواحد منهم يربط البهيمة التي يحتلب لبنها خشية أن تقع في زروع الآخرين فيشرب من لبنها فيتغذى بالحرام. هذه الرتبة من رتب الورع تتجلى أيضا عند الناس حتى حينما تنزل عليهم الرحمات الإلهية. يروى عن الداراني أنه كان مستجاب الدعوة، وكان إذا صلى بالناس صلاة يعني الاستسقاء نزل المطر قبل أن ينصرف الناس من المصلى. فذات مرة طلبوا منه أن يصلي، فصلى وانصرف الناس مسرعين لكنهم ينظرون إلى السماء، فقال: عجبت لهم، هم يستبطئون المطر وأنا أستبطئ الحجر. يعني يظن أنه
كأنه حينما رضي أن يتقدم أمام الناس ويصلي مظنة أن يكون مستجاب الدعاء، أنه قد شمخت نفسه وأنه قد تعدى حدوده ونسي تقصيراته، فهو يستبطئ الحجر، يعني هو يعتقد أنه ينبغي أن تنزل عليه الحجارة. وأيضا هو قال حينما ينظر إلى المرآة يقول: والله عجبت، كيف لم أمسخ حمارا؟ يعني ينظر في وجهه فيجد الصورة هي، يقول: والله عجبت كيف لم أمسخ حمارا. يعتقد أنه من شدة غفلته ينبغي أن لا تكون صورته بهذه الهيئة. وإن أحدنا لينظر في المرآة فيتصور أنه ينبغي أن تكون عليه الأنوار وأن تكون عليه المقبولية، فالورع يضع الإنسان في العبودية بصورة مستمرة، ويجعل الإنسان لا يبحث عن مسائل الحلال والحرام فحسب، إنما حتى ما فيه اشتباه هو يتركه، وهو بذلك يحقق مراضي المولى سبحانه وتعالى. هذا ما كان من إلماعة خفيفة وتطواف غير مستقصد للكلام عن مسألة الورع. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. بمدح طه العربي، بمدح طه العربي تحلو صنوف الطربي، تحلو صنوف الطربي فالهج به يا مطربي دوما تفوز بالأربي، دوما تفوز بالأربي. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي نسكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي مزكي النسبي من وصفه في الكتب. بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا، بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي، وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي مزكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. هو النبي المصطفى ربي له قد شرفا، هو النبي المصطفى ربي له قد شرفا يزوره أهل الوفا شوقا إلى هذا النبي، يزوره أهل الوفا شوقا إلى هذا النبي. صلوا على هذا